أطباء أسنان مصر من الانتخابات القادمة المزمع عقدها يوم الخميس 27/3/2014. يمكن النبذة بسيطة عن القائمة دي. القائمة دي هي القائمة التي فازت في انتخابات 2012 بمجمل 22 مقعد من 24 في النقابة العامة، وطبعا علاوة عن النقيب السيد الدكتور حازم فاروق. سبب انسحابنا من هذه الانتخابات هو الوضع السياسي السيء الذي تجرى فيه الانتخابات، بمعنى ان احنا عندنا نقيب معتقل وملفق ليه اكتر من 14 قضية. الجو السياسي في البلد لا يتيح إقامة انتخابات فيها نوع من التنافس المتعادل بين الأطراف، بمعنى ان احنا قائمتنا يمكن فيها معتقلين، فيها مطاردين، فيها ناس لو حضرت الانتخابات ممكن يتقبض عليها من المقرات الانتخابية. في هذا الجو لا يكون هناك فرص متساوية للجميع، وفي هذا الجو السياسي الفاسد بيبقى ممارسة الانتخابات أو ممارسة العمل السياسي النقابي في نوع من أنواع الحيرة أو عدم المثالية. فبناء على هذه الأسباب بنعلن انسحابنا من انسحاب القائمة بالكامل من المشاركة في الانتخابات، وعلى الأطباء الأسنان أن يقرروا من يختارون، ولكن بالضرورة لن يكون بينهم القائمة الفائزة بنسبة حوالي 95% من انتخابات 2012. شكراً.